ماري عدولة ينفع كده؟ الله أعرف بعد ما توصل ده كلام، ليه تحرمني من استقبالك؟ يا صديقي العزيز، مجرد ان انت جيت لي لحد هنا دي على دماغي من فوق، نورت الدنيا عصام باشا. لا 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 ما تقولش كده. ها المهم طمني عليك. انا لفيت على الدكاترة كلهم هناك للأسف، قالوا لي مفيش فايدة، مش هينفع امشي على رجلي تاني. ما تقولش كده، مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة. اللي ملوش علاج النهاردة بالتأكيد هيبقى له علاج بكرة. المهم ان انت ان شاء الله تقف على رجلك تاني. ان شاء الله هيحصل. ايه رأيكم نعمل عشاء وبعدين نتكلم في الكلام ده؟ عشا 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 مدام عشا عشا خلاص بقى. هنزل. وحشنا حبيبي. حبيبي يا باشا، نور الدنيا. حبيبي حبيبي حبيبي، اتفضل 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 يا عبدول. اتفضل يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني لفتي لفتك ورجعتي تاني لاصلك. هو في حد يقدر يهرب من قدره ولا اصله؟ خلاص فهمنا الفوله وعرفنا الدنيا سايقة الناس على فين، واللي يركب الساقية يستحمل لفها. وابنك؟ أنا ما خلفتش. أيوه، أصلاً لو قعدت أفكر هموت من الجهرة، ويمكن أخد نفسي كده وأفحط قبر وأقعد فيه لحد ما أجلي ياجي. مع عيلة عبد الحكيم ما حدش يقدر عليهم، وحسن بان هتسيبيه؟ هعمل ايه يعني؟ يعني ياخدك لحم ويرميكي عضل وياخد ابنك وانتي عادي كده؟ مش عارفة اقول لك ايه يا ست هانم. قولي اللي عندك انا هسمعك. يعني كنت انتي عملتي ايه؟ انتي اللي قلتي اتكلمي. يعني انتي بعتي ابنك؟ ابيعي؟ هو انا املك حاجة؟ انا حتى نفسي ما املكهاش. انا عبدة عند اللي يدفع، عند اللي يوكلني اللقمة. اصلا خلاص عرفت اخري، بقيت اتلم فيه ولقمه ونومه وخلاص. وفتحي خيبه بعيد عنك. يا ريتني ما عملت اللي عملته، يا ريتني ما خطيت داره. على الاقل كان يبقى لي رجعه. عقلي تهف وقال لي ان انا ممكن اعلى واكبر ويبقى لي شنه ورنه. قال ايه؟ البيه وعدني، والبيه كان بيتسلى. اه هيعمل ايه يعني وهو فاضي غير يتسلى باللي زيي؟ بس انا استاهل والله. يعني انتي جيتي هنا عشان تتحامي فينا؟ ايوه. ريمو عادتك؟ لا. امال ايه؟ الطار اللي بينكم وبين بيت عبد الحكيم يخليني اقول ان انا هنا في امان. طب اخلصي وروحي اعملي لي قهوه. عيني. في ايه؟ جايبني هنا ليه؟ اكتمي واسمع الكلام يا بت. يا وليه انت بتأمريني بتاع ايه؟ نادية اهدي وشوفي جبرية عايزة تقولك ايه. اهدي يا حبيبتي. انت خلاص يا عمتي؟ نسيتي اللي بينكو؟ مصدق انها حبتك خلاص؟ انت هتجننيني. بقولك ايه يا بت، انت ليكي ورث عند ريم، هتروحي وهتقعد عندها في البيت. ما ينفعش. ينفع يا حبيبتي، ينفع ونص كمان. عشان انا ما اقدرش على ريم، انا مش كدها. ريم تبقى متجوزه عادل، اللي انا رحت قلت له ريم قتلت ابوك. قال لي وماله؟ ده غير لبنى اللي تاكلني حيه. وانت اللي سهله عاد. طب ما تروح انت، اجل له تاخدي لك كام شيطان من اللي انت مربياهم واخدهم تحت جناحك رايحه جايه. تصدقي يا حلال فيك الدبح. ليه بطه بلد انا اياك؟ بصي يا حبيبتي، اللي انت هتعمليه ده هيخلي امك جبريه تسامحك وتنسى ان انت قتلتي عبد الحكيم. امي؟ وبعدين دي تنسى؟ دي تشيل وتخزن وتنفجر في وشك، انما تنسى ابدا. يا بنتي ما تنشفيش ريقها بقى. الله ناديه، مفيش غيرك ينفع يعمل كده. انت ما تروحي تقعدي هناك هتقولي لنا هما بيخططوا لايه وبيفكروا ازاي، فهمتي؟ طب ما انت كنت مرت محرم وتقدر تروحي وتكتمي على نفس اللي اسمها ريم دي، هي ولبنى وعادل، وتشربي وراهم كوبايه ينسون عشان يسلك زورك. اول هام انا ما اقدرش اسيب مروان، وكمان لو روحت ريم حتفهم ان انا رايحه.
عشان اعرف هي بتعمل ايه. فهمتي؟ وبعدين معاكي بقى الوليه تعبت ولسانها نشف. انما يعني ايه السكر والعسل اللي انتوا فيه ده؟ ده كل واحده فيكم جاتله للتانيه جتيل. في ايه؟ يا مري بيت عمتي بيت بل عمتك بلانيله هتتعدلي ولا عدلك انت عارفاني. صدقي انا حقطع لسانك ده. خلاص خلاص انا اصلا عاوز اخلص من اللي اسمها ريم دي، بس بصراحه كده انا خايفه منها. ما تخافيش يا حبيبتي احنا وراكي في ظهرك. انت بأمرت ايه؟ بأمرت مشاهدتي عليا في النيابه انت وبناتك؟ اخسى عليك يا ناديه، ده انت قلبك اسود قوي. هو انت ما بتنسيش يا بنتي؟ طب مشاهدي بنتك كانت متجوزه محرم وبرضه ليها ورث، وتقدر تروح وتقعد عند اللي اسمها ريم دي وتكتم على نفسها كده. يا ساتر انت كنت مستحمله البنت دي ازاي يا جبريل؟ احسن حاجه عملتيها يا كريمه انك جبتيها لي لحد يا ابني. انا اسف. سيبها لي، انا سيبها لي يا اختي. اوعي ايدك سيبها لي. ليه يا عم دي بتسلميني؟ يا مرك يا ناديه. بالك مشغول في ايه؟ شكلك كده مش عايز تتكلم معايا. لا ابدا. طب اسمع بقى، انا عاوز اقعد اتكلم معاك كده وافتح لك قلبي واتكلم معاك بصراحه واجي لك سكه ودغري. انا اخر مره اما قعدنا نتكلم مع بعض كنت خايفه منك بصراحه، خايفة يعني إن أنت تلعب بيا وفي الآخر تسيبني، بس أنا دلوقتي عاوز أجيب معاك من أول السطر. ابتدي. أنا رحت الشهد عشان أتفق عليك. زي ما قلتلك أنا كنت خايفة منك قوي، وكنت شايفة شياطين الدنيا كلها بتتنطط في عينيك، فقلت يا بنت روحي اقعدي معاها عشان تأمني نفسك. وأنا عارف. أنا عايزك تسمعي اللي هقوله لك كويس أوي عشان تعرفي حصان بيحب نعيمة قد إيه، ولو كان عايز يأذيكي كان عمل كده من زمان. قول. الواد مش ابن عبد الحكيم. أنا عرفت الحكاية كلها. أنا دورت وراك يا نعيمة وعرفت الحكاية من أولها. أصل الست اللي تتجوز غصب محدش يقدر يحاسبها. الحب مش بالعافية، والجواز لازم يكون بالرضا.